صلاة مع السيد اللواء عمر سليمان لكي يأتي إلى هنا، وبعد موافقته على الإتيان اتصلت بي أجهزة الأمن، سواء كان الأمن لوزارة الداخلية أو الأمن الحربي، وأكدوا صعوبة تأمينه وأن حضوره، وخاصة وخلي بالكم الحتة دي، وخاصة أنه مستهدف عالميا، وخاصة أنه مستهدف عالميا، وسبق وقتل اثنين من حراسه وسائقه، فهذه ليست المرة الاولى، وبعد ستة اشهر تكررت المحاولة، فارجو ان احنا نبقى عارفين هذا الموضوع. الجازي كان غير معلن عنه. الراجل ده قعد مدير مخابرات 18 سنة وكان محجم الامريكان والاسرائيليين في المنطقة في عمليات الاستخبارات، حاجات ما بيبقاش معلن عنها، فعشان كده القصة مش سهلة. يعني اللي انا عايز اقوله لحضراتكم بعد اذنكم، اسمعوني اسمعوني بس بالراحة بالراحة. تم الاتفاق مع السيد اللواء عمر سليمان على الآتي: فور تقدمه أوراقه للترشيح سوف ندعو لمؤتمر شعبي جماهيري، وقبلها هنبلغ الأجهزة الأمنية علشان في تقديم. يا اخوانا بعيدوا عن الدكتور، أعرف أتكلم يا أساتذة والنبي عشان الخط بيقطع، الخط اللاسلكي بيقطع، الخط عايز ايه؟ ال ايه ده مش فاهم؟ انت في معانا احد اعضاء حزب الحرية والعدالة عايز يتكلم. الخامس. انا على الانتظار الى ان يدعو
اتكلم بصوت.